ربما وصف فاسيلي بمزاعم الهجوم الكيماوي بأنه مستفز ربما كلمة تحمل ظلالا وتداعيات. بالتأكيد، لكن نافع اعتقادي الكلمة في غاية الأهمية. قال الحكومة السورية لم تكن في حاجة للقيام بعمل مثل هذا. ده مهم جدا. نعم. ليه؟ لأن أولا الدومة دي منطقة صغيرة جدا في الغوطة الشرقية. الحكومة السورية حررت كل الغوطة الشرقية. الحكومة السورية بعد 30 سبتمبر 2015 هي في وضع المنتصر. يعني تخيل بعد تحرير حلب وبعد تحرير الغوطة الشرقية وبعد تحرير دير الزور وبعد تحرير الصحراء السورية كلها، تقريبا النهاردة ما فيش غير إدلب في الشمال الغربي اللي فيه المجموعات المسلحة اللي خرجت من كل المناطق، والجبهة الجنوبية اللي هي مجمدة بشكل أو بآخر، والمنطقة الشمالية الشرقية اللي فيها الأكراد. باقي المناطق تقريبا تحت سيطرة الحكومة السورية. السؤال اللي بيطرحه مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة أن وضعية الحكومة السورية الآن في وضع المنتصر، في الوضع القوي، وبالتالي استخدام السلاح الكيماوي ليس مبررا وليس احتياجا وليس منطقيا.